السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم اليوم في فيديو جديد. كنتمنى يلقاكم في أحسن أحوال وفي صحة جيدة. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم بسبوسة بالشوكولات، مسقية بالشوكولات، كتجي رائعة وكتجي لذيذة، واحد المذاق فيها رائع ومكونات بسيطة وسهلة في التحضير. كنتمنى إن شاء الله تتبعوا معايا الطريقة والمقادير. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بالنسبة لأول حاجة غادي نبدأ بها، غادي ناخد المول. خدوا أي مول عندكم، يكون ضاير أو لا طويل، أي مول بغيتوا تديروا فيه، يعني اللي بغيتوا اللي موجود عندكم. غديروا فيه شوية ديال الزبدة، غدهنوه مزيان. إلا كان عندكم الجو عادي فغادي ندهنوا بالزبده وغادي تخليوه غير حداكم. انا غادي ندهنوا بالزبده وغادي نرشوا بالسميده وغادي ندخلوا للثلاجه، لان الجو سخون بزاف، باش يلاه تشبر فيه ديك السميده والزبده يشدوا مزيان في المول، لان كاينه شويه ديال الحراره. هنايا غادي ناخذ جوج ديال البيضات، البيض يكون حتى هو بالحراره ديال المطبخ، ونص كاس ديال سكر سنيده. غادي نضيف رشه ديال الملح، واحد صاشي ديال الفاني باش نسمو البسبوسه ديالنا. ممكن تضيفوا القشره ديال البرتقال اولا ديال الحامض. غادي نطربوا مزيان حتى غادي يضاعف لنا الحجم، يعني يذوب لنا السكر مع البيض. وغادي نضيف نص كاس ديال زيت الزيتون. انا دائما في البسبوسه ديالي كندير زيت الزيتون، ممكن ديروا زيت النباتيه. وغادي نضيف كاس ديال الحليب، حتى الحليب حتى هو يكون بالحراره ديال المطبخ. غادي نخلطهم مع بعضهم. هنايا هاد البسبوسه ممكن تخلطوا كلشي في الخلاط الكهربائي. غادي نضيف واحد الصاشي ديال البودره ديال الكاكاو. الا ما عندكمش ديال الصاشيات ممكن تضيفوا ديال العبار، تضيفوا معلقه كبيره. وغادي نضيف كاس ديال السميده الرقيقه، كاس عامر مزيان يكون عامر، وجوج خمارات من فئه 8 غرام، 8 غرام هي 16 غرام. صافي غادي نخلط. ممكن تخلطوها غير بالطراب اليدوي وغير في بيدكم، يعني ماشي ضروري ديروا الطراب الكهربائي، اولا ديروه في الخلاط الكهربائي، حتى هي كتجي مزيانه وكتجي مجموعه من الاحسن. صافي من بعد ما خلطت المكونات مع بعضهم وخرجت المول ديالي من الثلاجه، وغادي نفرغ عليه الخليط. هنايا بالنسبه للمول اللي عندي هنايا، القطر ديال الطول ديالو 24 سنتيم. صافي دابا غادي ندخلها للفرن. الفرن مسخن على 180 درجه، غادي نديرها غير الوسط ونشعل غير التحت حتى غادي يطلع. بالنسبه للصوص اللي غادي نسقي به البسبوسه ديالي، خديت كاس ونص ديال الحليب وجوج معالق كبار عامرين ديال سكر سنيده. غادي نضيف واحد الصاشي ديال الفاني باش نسموها، وغادي نضيف هنايا معلقه صغيره ديال النشا، غير معلقه صغيره تكون عامره هكذا كما كتشوفوا. وغادي نضيف ساشي ديال البودره ديال الكاكاو، ممكن ديروا معلقه كبيره ديال البودره ديال الكاكاو الا عندكم ديال العبار، غير هذه ديال ساشي كيكون فيها واحد المذاق كيكون رائع. وغادي نضيف معلقه كبيره ديال كاوبيل اولا كولاكاو اللي متوفر عندكم، يعني باش كتخلطوا الحليب ديالكم. الا ما متوفرش عندكم ماشي مشكل، ديروا جوج معالق ديال البودره ديال الكاكاو. صافي غادي نخلطهم مع بعضهم. هنايا راني ماشي علاش البوطه، راه كنخلط على البارد. غادي نحيد المعلقه وغادي نستعمل الفوي باش يتخلطوا ليا مزيان المكونات مع بعضهم، باش ما يبقوش لي دوك الكويرات. عاد غادي نشعل دابا عليه البوطه. صافي غادي غير يطلعوا غير ديك الغليه الاولى هكذا، حنا بغينا لاصوص يكون خفيف ما بغيناش يكون عاقد. غادي نضيف ليه، عندي هنايا اربعه طريفات ديال الشكلاط. خذوا الشكلاط اللي متوفر عندكم، غير يكون نوعيه جيده يعني صالح للماكله وصحي من الاحسن، يعني راه الثمن ديال الشكلاط راه كيكون كتكون تعرفوا الجوده والقيمه ديال الغذائيه.
صافي هنايا من بعد هذا هو لاصوص اللي غادي اللي حصلنا عليه. هنايا من بعد ما خرجت البسبوسه من الفرن، هنايا عندي شفتوا كيبان لكم هذوك الجناب هابطين، هنايا غير عندي المول عندي طالع من الوسط شي شويه، داكشي علاش كتجيني فيه البسبوسه ولا الكيك كيجيني دائما فيه بحال هكا. صافي غادي غير نقطعها هكذايا باش غادي يدخل ليها هذا لاصوص مزيان. هنايا راه واحد المقطع ما تسجلش ليا، شكوها شي شويه هكذايا بالقطيب ديال البروشيت باش غادي يدخل ليها لاصوص مزيان، لاصوص يكون خفيف باش غادي يدخل لكم في البسبوسه باش تشرب لكم دغيا. البسبوسه تكون بارده ولاصوص يكون سخون طبعا باش ما يكونش جامد لكم لاصوص باش يدخل لكم في البسبوسه مزيان. صافي غير غنعاود هكذايا على دوك الخطوط اللي درت باش يدخل فيها الشوكولاته مزيان. صافي بالنسبه للتزيين انا خديت شي شويه ديال الكركاع، منين خرجت البسبوسه درت واحد شويه ديال الكركاع درته في الفران هكذايا غير تحمر لي غير واحد شويه باش كيجي فيه واحد المذاق كيجي فيه لذيذ وكيجي رائع، كيجي هكايا مقرمل واحد شويه كما كنقولوا. صافي غادي نديرو من الفوق، التزيين كيبقى اختياري. وغادي ناخذ واحد دانيت ديال الكراميل غادي نديرو هنايا في هذه القريعه هذه صافي، وغادي نزوقها من الفوق. ممكن ديروا اي اللي متوفر عندكم، يا كاوكاو كونكاسي ولا لوز كونكاسي ولا ايفيلي اللي موجود عندكم، حتى الكوك حتى هو راه كيجي زوين. الكوك حتى هو كيجي رائع مع الشوكولاط، راه كيجي واحد المنظر فيه كيجي زوين والمذاق حتى هو كيجي رائع. صافي هذا هو الشكل النهائي، انتم كيما كتشوفوا كتجي مسقيه وكتجي هشيشه ولذيذه واحد المذاق فيها، وعاد كيزيد لها داك دانيت واحد المذاق رائع. صدقوني الا جربتوها ما غاديش تندموا، يعني وكتوجد في واحد الوقت وجيز، كتوجد بسرعه يعني ما كتاخذش لكم الوقت بزاف. حتى المكونات حتى هي راه كيكونوا علين متوفرين في كل منزل، ضروري كتكون عندك شي شويه من الفواكه الجافه شوي شوي شوي، زوقوها من الفوق باللي موجود عندكم. انتما كتشوفوا كيفاش كتجي شاربه لاصوص، كتجي رائعه وكتجي هشيشه وواحد المذاق فيها رائع. كنتمنى ان شاء الله الا عجبتكم ما تنساونيش باللي لايك وبالتعاليق الجميله ديالكم اللي كتفرحني دائما. وإذا كنتوا اول مره كتشوفوا القناه تضغطوا على زر الاشتراك باش يوصلكم دائما جديد فضلا وليس امرا. ان شاء الله انتما كتشوفوا كتجي رائعه وكتجي لذيذه واحد المذاق فيها كيشهي ما شاء الله، غير جربوها ما غاديش تندموا، يعني راه ساهله في الكوتي كتوجد دغيا الكوتي من الاحسن للكوتي، لان حلوه في العشيه دائما كنبغيو شي حاجه حلوه هكا. كنتمنى ان شاء الله تعجبكم، شكرا لكم ومع السلامه.